مديرية المقاطرة بلحق إحدى المديريات ذات الحاجة الماسة للمشاريع التنموية المختلفة. محافظ لحق اللواء أحمد عبد الله تركي في زيارة له هي الأولى منذ تعيينه محافظا للمحافظة أواخر العام 2017، حيث قام بزيارة المقاطرة ومعه عددا من قيادات السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية. نحن طبعا اليوم باسم السلطة المحلية في المحافظة للجميع، أي مشاريع متعثرة ذا الجهات المنفذة موجودة، الأخ مدير المديرية والأخ باسم مجلس المحلي يكونوا جاهزين ويرفعوا لنا المصفى عن المهمة والمشاريع المهمة التي على ضوها نعتمدها. أشكر أبناء المنطقة، أشكر مديرية المقاطرة، وأشكر مدير أبناء التربة، ونحن إن شاء الله قادمين على الانتصار. ستتحرر تعز قريبا وستتحرر اليمن بشكل عام، وشكرا لكم. فقد افتتح محافظ لحق أحمد عبد الله تركي مشاريع مياه بدءا من خزان مياه منطقة الكربة وخزان مياه منطقة أقيان ومصدات لمجابهة السيول الجارفة، حفاظا على التربة لمنطقتي وادي جلوب والصحي، واستكمال مشروع مياه منطقتي الحصاحس الأكاحلة بتمويل من مشروع الأشغال العامة لمحافظتي لحق والضالع. تلك المشاريع ستساهم في التخفيف من معاناة أهالي مديرية المقاطرة ذو التضاريس الجبلية الوعرة وذات كثافة سكانية ظلت تفتقد المشاريع التنموية طيلة السنوات الماضية. محافظ لحق خلال زيارته وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية في المياه ورصف الطرقات لعدد من مناطق مديرية المقاطرة بكلفة تقارب 300,000 دولار. السلطة المحلية رحبت بزيارة المحافظ التركي الاستثنائية حد وصفهم، ونقول لهم أهلا وسهلا وحللتم أهلا ونزلتم سهلا، واليوم هذا يعتبر تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة لمديرية المقاطرة، لأنه لم يصل أي محافظ من سابق. نقدر هذا المجهود الكبير والعظيم لهذا القائد ورواد التنمية الذين وصلوا إلينا، ونتمنى أن نكون أبناء المقاطرة كما عهدونا عند حسن الظن في العمل والتفاعل في التنمية وفي تحقيق الأمن والاستقرار لهذه المديرية. وزار المحافظ التركي أبطال الجيش الوطني في المواقع العسكرية بمنطقة هيجة العبد بمديرية المقاطرة، مشيدا بصمود وتضحيات أفراد الجيش والمقاومة المرابطين في مواقع الشرف والبطولة.